معدل الفقر في فلسطين يصل إلى مستويات مفزعة مع دخول الحرب على غزة شهرها السابع. جاء ذلك في تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا. التقرير كشف عن ارتفاع معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية إلى نسبة أكثر من 58%، الأمر الذي يدفع بأكثر من 1,700,000 شخص إضافي إلى براثن الفقر. البرنامج أشار إلى أن التقديرات والتقييمات الجديدة لسيناريو استمرار الحرب على غزة لمدة 9 أشهر تتوقع ارتفاع معدل الفقر في الأراضي المحتلة لأكثر من الضعف ليصل إلى أكثر من 60%، بما يفوق ضعف مستوياتها ما قبل الحرب. أرقام يعلق عليها مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر بالقول إنها تنذر بأن المعاناة في غزة لن تنتهي عندما تنتهي الحرب. قد تتجاوز الانتكاسة في التنمية البشرية بفلسطين وفق التقرير الأممي عقدين من الزمن، بمعنى أن مؤشر التنمية في 2024 سيماثل القيمة المسجلة عام 2004، وهي انتكاسة غير مسبوقة في معدلات الفقر الدولية. ووفق هذا التقييم الجديد تؤكد الأسكوا أن غزة ستصبح معتمدة بشكل كامل على المساعدات الخارجية على نطاق لم تشهده منذ عام 1948، حيث ستترك دون اقتصاد فعال أو أي وسيلة للإنتاج أو اكتفاء ذاتي أو توظيف أو حتى القدرة على التجارة. ومع وصول معدل البطالة بين الشباب إلى ما يقرب 60% وفقدان أكثر من 200,000 وظيفة بتقديرات منظمة العمل الدولية، سيكون معدل الفقر في الأراضي المحتلة فوق مستوى الاستدراك.